هاي أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. بحلقتنا اليوم بدنا نعمل مراجعة بالأول لـ irregular verbs. تتذكروا الـ irregular verbs؟ نحن قلنا لما كنا عم نحكي بالزمن الماضي الـ verbs الأفعال بيتغيروا. بدل ما أقول I go أنا أذهب، بقول I went أنا ذهبت بالزمن الماضي، يعني صار الفعل من قبل مش هلأ ولا بالمستقبل، صار وخلص من قبل. إلا نحن في كتير verbs بيتغيروا كلهم، بقلهم irregular verbs. رح نعمل لهم مراجعة، بس قبل أنا وياكم بدنا نطلع على السكرين وبدنا نعمل تست صغير لنشوف through this game، من خلال هيدي اللعبة تنشوف إذا نحن حفظنا بعض الverbs irregular verbs. عندي أنا هون bring يعني بيجيب يجلب، choose يختار، do يفعل، get يحصل على، feel يشعر، come يأتي. فإذن bring، choose، do، get، feel، come، هودي كلهم الverbs. خلوا معكم ورقة وقلم واكتبون عندكم حتى ما تنسون. هودي الverbs كلهم irregular verbs، يعني بالماضي ما بزد لهم ايدي، بيتغيروا كلهم. bring، choose، do، get، feel، come. على تاني ميلي عندي أنا الـ irregular form تبعهم in the past tense. عندي brought، chose، came، did، felt، got. مرقوا معنا قبل، بديكم ترجعوا تقرون من ورايي. brought، chose، came، did، felt، got. وهلأ رح نجرب نحط كل وحدة حد التاني. عندي أنا brought، عندي bring، حط حد brought، حد chose، came، did، felt، or got. نحنا نعرف إنه bring الـ irregular form تبعه in the past tense هو brought. bring، brought. هلأ عندي choose، وين لح نحطها؟ حد chose، choose، chose. do، came، or did، did طبعا، do، did. get، came، felt، or got. got، feel، felt، come، came. ننتقل للي بعدها. عندي هون speak يتكلم، teach يعلم، I am teaching you أنا عم علمكم، make يفعل، say يقول، go يذهب، give يعطي. فإذا speak، teach، make، say، go، give. وعطيني ميلي عندي taught علم، said قال بالماضي، spoke تكلم، made فعل أو عمل، went ذهب، gave أعطى، كلهم بالماضي. خلينا نبلش نحطهم مع بعض. عندي speak مننزل حد، spoke، speak، spoke، teach، taught. لاحظوا قد ايه صار في تغيير فيها، teach صارت taught، وانا كلها لفظتها هون a u g h t، لفظتها كلها o، taught. make، made، say، said، go، went، give، gave. وهيك بنكون حليناهم كلهم. وهلا انا عندي كمان معي جبت الكاردز يلي بلشنا نعملهم. كل مرة أنا رح فرجيكم الverb وبدنا نجرب نحذر شو الـ irregular form تبعه in the past tense. أول شي عندي run، شو الـ irregular form؟ بديكم تحذروا معي run، ran، run، ran. ننتقل للي بعدها. عندي write، write، wrote، write، wrote. منكمل عندي hide،
hide بالpast tense hid. فإذا hide hid. هلا عندي read بالpast tense read. نفس الكتيبة بتضل بس نحن عم نغير اللفظة. read read. هلا عندي sit sit sat sit sat. عندي fall fell. ان شاء الله تكونوا عم تعرفون او تكتبون عندكم fall fell. drive drive drove drove. عندي هلا swim swim swam swam. eat ate eat ate. see so see so. عندي هلا drink drank fly flew buy boat. وآخر شيء عندي catch coat تشبه teach toat. ما تنسون أصدقائي اكتبون عندكم على الدفتر وبدنا دائما نرجع نعمل لهم مراجعة حتى نعرف نستخدمهم in sentences. We need to use them in sentences. بدنا نستخدمهم بجمل ونعرف إذا نحن عم نحكي عن الزمن الحاضر، عم نحكي شيء عم بيصير هلأ أو بيصير دائما. نحن قلنا بنستخدم the present tense. أما إذا شيء صار بالماضي، صار بالماضي وخلاص، شو بنستخدم the past tense. خلينا هلأ نتوقف لفاصل صغير، برجع لكم أنا من بعدها. بدنا نتذكر بعض الكلمات يلي منزد لهم less وفل. برجع لكم. Huge, they can eat all the food. Elephants are huge, they can eat all the food. They can eat bananas, apples, and pears. They can eat more than bears. They can eat lettuce, broccoli, and spinach. Oh, yes, they never finish. They drink a lot of water too. Can drink as much as an entire crew. Elephants are huge. They can eat all the food. Elephants are huge. They can eat all the food. أصدقائي بدنا نتذكر مع بعض الصفات. قلنا نحن صفة يعني adjective. adjective شو بتعمل؟ بنحطها قبل الاسم وبتوصفه. مثلا إذا أنا قلت big girl big كبيرة big عم توصف girl. أخذنا عنهم، أخذنا الفرق بين adjectives verbs والadverbs وأخذنا مثل ما شايفين هون عن بعض adjectives يلي بيخلصوا بless وبفل، بزيدهم بآخر الكلمة، بحولوا الكلمة لأدجكتيف، وبتفرق بين less وفل، المعنى كله بيختلف. مثلاً إذا أنا قلت thoughtful، thought لحالة it's not an adjective. زدت لها thought، زدت لها full، صارت adjective عم توصف. thoughtful توصف إنسان بفكر كتير، مفكر بيفكر وبيحسب لكل شيء. thoughtful ضد thoughtless. أنا غيرت بدل full
حطيت لس تغير كل المعنى. لس بتدل انه مش موجود هيدا الشيء او هيدي الصفه. فل موجود وبكثره. مثلا ثوتلس معناتها متهور، ما بيفكر قبل ما يتصرف. شفتوا قد ايه اختلف المعنى؟ ثانكفول اخذناها قبل، زدنا فل، ثانكفول شاكر، ثانكلس غير شاكر، ما بيشكر او مش مبسوط، ثوتفول ثوتلس، تشيرفول يعني مبتهج مبسوط، تشيرفول، delightful delightful مبهج، delightful مبهج بخلينا ننبسط، helpful مفيد، helpful مفيد. إذا أنا حطيت help لحالة معناتها مساعدة منا adjective، بينما لما زدت لها full بالآخر صارت adjective وبتدل إنه هيدا شيء مفيد. careless معناتها مين بيتذكر شو معناتها careless؟ يعني غير مبالي. عكسها تماما إذا أنا زدت فل حطيتها هون careful يعني بينتبه كتير منيح منتبه. careless غير مبالي. thankless أخذناها، harmless ضدها harmful. إذا حطيت أنا هون harmful مؤذن مؤذن، harmless ما بيأذي ما بيأذي. thoughtless أخذناها، وhelpless هي ضد helpful، helpful مفيد، helpless بيصير معناتها إنه ما بيقدر يعمل شيء. I feel helpless يعني أنا حاسة إنه أنا ما فيي بقى أعمل شيء. شفتوا الفرق؟ مجرد ما إنه زدنا full and less تغير كل المعنى، ومش بس هيك تغير النوم وصار adjective. خلينا هلأ نروح، في عنا 2 exercises بدنا نعمله مع بعضنا. بأول exercise عندي أنا add full and less to the words below to make a word. بدنا نزيد less وبدنا نزيد full وبدنا نشوف كيف بدها تتغير يتغير معنى الكلمة. عندي أنا هون full وهون less. عندي pain، إذا أنا زدت لpain plus full بيصير عندي painful مؤلم، painful مؤلم، hurtful كمان زدت لها full، harmful مثل ما قلنا مؤذن. نحن قلنا harm معناتها الأذى، harmful لما زيد full هذا الشيء بيدل إنه موجودة هيدي الصفة بكثرة، في أذى كتير، harmful مؤذن، joy joyful بدل على الفرح، joyful مليء بالفرح، tearful tear نحن قلنا دمعة، tearful منقول إنه ببكي، tearful. منكفي هلأ الضد رح نعمله هون less معناتها بدل على العكس، مش موجودة هيدا الصفة بكثرة بالعكس. care careless غير مبالٍ، careless life lifeless يعني ما فيه حياة lifeless، useless يعني ما له عازة ما فينا نستخدمه بشي useless، wireless معناتها ما انه بحاجة لواير لسلك كهرباء لحتى يمشي، منقول wireless مثل الانترنت wireless، clueless ما عنده أي أدنى فكرة. فإذن أصدقائي عم تشوفوا كيف أنا صار عندي كمية كبيرة من الأدجكتيفز يلي بيخلصوا بفل وبلس، ودايماً مثل ما قلنا لما يكون موجود فل معناتها موجودة هيدي الصفة بكثرة، لما يكون موجود لس يعني غايبة هيدي الصفة ومش موجودة. خلينا نكمل عنا exercise تاني، write a single word with full or less to complete each sentence. بدنا نحط نحن word مع full or less. I am to have such a loving family.
I am full of thanks. يعني أنا كتير شاكر، مليء بالشكر. شو بنقول؟ thankful. I am thankful to have such a loving family. Will saw a without a home puppy wandering around town. Will شو شاف puppy جارو صغير without a home يعني ما عنده منزل. شو منقول؟ منحط full or less، عم نقول إنه مش موجود، ما في منزل معناتها less. بحط home less. Will saw a homeless puppy. شو بو هيدا البابي؟ عم يبروم، ما عنده منزل، عم يبروم around the town. من كافي number 3. Carla, you look full of beauty in that dress. يعني مليئة بالجمال. شو بقول أنا؟ beauty full. بتصير صار عندي beautiful. من كافي the squirrels in the backyard are without harm. ما فيهم أذى، منقول harmless. Did you see the rainbow in the sky full of color? قول colorful. Colorful rainbow. قوس قزح الملون. This broken toy is a piece of junk. يعني قطعة خردة. Without worth. ما إلها قيمة. بقول worthless. فإذا أصدقائي صار عندي worthless, colorful, harmless, beautiful, homeless, thankful. كلهم بيخلصوا بفول and less. أنا هلأ بدي أطلب منكم على ورقة تكتبوا كل الأدجكتيفز يلي أخذناهم اليوم، تعلمناهم جديد، بيخلصوا بفول less. ما تنسوهم. أنا هلأ بدي أودعكم إلى الحلقة المقبلة. باي باي. Huge, they can eat all the food. Elephants are huge, they can eat all the food. They can eat bananas, apples and pears. They can eat more than bears. They can eat lettuce, broccoli and spinach. Oh yes, they never finish. They drink a lot of water too. Can drink as much as an entire crew. Elephants are huge. They can eat all the food. Elephants are huge. They can eat all the food.